في ضربة سريعة وموجعة وبعد ساعات قليلة من تصدي الأمن لمحاولة الهجوم على كنيسة مرمينة بحلوان، نجح قطاع الأمن الوطني في إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة حسم الإرهابية. وقامت القوات بمذهبة مزرعة بطريق الكريمات أطفيح، كانت الجماعة الإرهابية اتخذتها وكر لتصنيع المتفجرات والتدريب على استخدام السلاح. وبعد تبادل إطلاق النيران، تمكنت القوات من قتل 3 من أبرز الكوادر القيادية بالجماعة، وضبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة والمتفجرات، وتمكنت القوات من القبض على 10 من العناصر المتطرفة في مداهمات لعدد من الأوكار الإرهابية بمحافظتي الأليوبية والفيوم، وضبط بحوزتهم عبوات تفجيرية وبنادق وذخيرة. اسمي عمر أبو بكر محمد عبد الواحد، طالب في كلية الصيدلة جامعة بني سويف، عندي 22 سنة، مقيم في مناشي الخطيب مركز الفيوم. انضميت لجماعة الإخوان المسلمين نهاية 2013 بإقناع كامل من عبد الله أخويا، وكنت بنزل مسيرات في الفيوم وفي بني سويف وفي مناشي الخطيب. انضميت لحركة حسم ودي كانت بهدف السيطرة على مصر، وخدت دورات كتيرة، منها أول حاجة دورة الرؤية، ودي دورة عن رؤية الحركة المستقبلية في كيفية السيطرة على مصر. تاني حاجة دورة تأصيل شرعي، ودي بتتكلم عن استحلال دم ضباط الشرطة واستحلال دم أفراد الشرطة والأقوال الأمنية وضرب البوكسات على الطرق السريعة، ودي بتتكلم برضه عن إن هذا النظام نظام باغي يجب قتاله عسكريا. بعد كده تلقيت دورة تدريب تكتيك عسكري، ودي كانت واحدة في يوسف الصديق، ودي إطلاق نار في يوسف الصديق، وكانت التانية في مركز إدسا، ودي كانت تدريب بدني وتدريب عسكري. بعد كده تلقيت دورة زراعة عبوات وقنابل على الطرق السريعة، وكيفية زراعتها وكيفية تفجيرها. قمت انا ومجموعه معايا بالتربص لعدد من عربات الشرطه على الطريق الدائري مرتين، ولكن في المرتين لم يتم مرور اي عربات شرطه في المرتين على الطريق الدائري. بعد كده قمنا برصد هدف على الطريق الشوي السياحي بهدف ضرب السياحه وزعزعه الاستقرار السياحي في البلد. بعد كده انتقلت لمحافظه بني سويف، وقمت برئاسه مجموعه هناك، وقمنا برصد عدد من أهداف الضباط وأمناء الشرطة والأقوال الأمنية هناك، ولكن لم يتم تنفيذ أي عملية فيهم. التمويل، أول حاجة في التمويل إن أنا كنت بتلقى التمويل من مسؤولي اللي هو تركي، وكان بيتم توزيعهم على 2 من العناصر الحركة في الفيوم، وكان بيتم عن طريق زراعة صندوق ميت في نقطة ميتة. اسمي أحمد جمال علي من خليفة، سني 20 سنة، انضميت لجامعة الإخوان سنة 2013، خرجت بعض المظاهرات بعد 30/6. في 2015 انضميت لتنظيم مسلح على يد المتوفي عبد الناصر علواني، وتلقيت هناك دورة فك وتركيب السلاح. كان معايا ساعتها واحد اسمه محسن سعد، بعدها اتفرقنا كل واحد فينا راح في مكان. ضميت لمجموعة تانية، تلقينا عدة دورات فك وتركيب ودورات زرع عبوات في أماكن في صحراوية في يوسف الصديق، ومكان في بشوي، منطقة في إدسا، وزرع عبوات في شقة سكنية في بندر الفيوم. تلقينا دورة تأصيل شرعي، تلقينا دورات تأمين أمن، دورة تأصيل شرعي، شرح بتحل دم الضباط أو أفراد الشرطة ومنشآتهم، تلقينا دورة تأمين الهاتف، ودورات تكتيك عسكري، ودورات أمن الهاتف وأمن التواصل. بعدها في 2017 شهر 7 جالنا تعليمات إن احنا نرصد أهداف هنشتغل عليها على الطريق الدائري لزعزعة الاستقرار والأمن، وتم رصد هدف على طريق بشوي على طريق القارون السياحي لزعزعة السياحة.
تم نجحنا في ان احنا نرصد هدف على الطريق الدائري شهر 7، وكان دوري وتم تنفيذ العملية. كان دوري ساعتها ان انا ارصد لو حاجة جت، كان في واحد تاني بيرصد وثلاثة بينفذوا. إشارة جت من ناحية تانية ان في هدف جاي، تم تنفيذه، اصفر عن مقتل المجند وصد 4 اخرين. كان في اهداف تانية كنا المفروض هنرصدها، كنا رصدينها، بس الضبط الامني منعنا من كده. كنا بناخد كان بيجي بيجي تمويل، بيجي عن طريق مسؤول، المسؤول بيسلم مسؤول وبينزل للافراد. كان في افراد بياخدوا رواتب شهريه 1000 جنيه او 1500 على حسب، بيكون عن طريق بيتم تسليمه عن طريق نقطه ميته من غير ما يشوفوا بعض. كان بيجي برضو السلاح بنفس الطريقه، بينزل من مسؤول لمسؤول بيتم تسليمه بنفس الطريقه. بعد في الشهور الماضيه كنا مجهزين عدة اهداف، بس ما نجحناش ان احنا نعملها بسبب ضغط الامن في الشارع وضبط عناصر المجموعات كانت مشاركه في الرصد.